انتهينا اليوم من جلسة مجلس الأمة اللي كانت مخصصة للتصويت على أو النظر في الحالة المالية للدولة بعد عرض وزير المالية، ومن ثم التصويت على الميزانية والحساب الختامي للدولة. الحقيقة أن طبعا من غير ما الواحد يشرح ولا يعني يكثر كلام في الوضع المالي، الوضع المالي ما هو جيد، واللي مخيف في الوضع المالي انه مو بس هو مو جيد، انه لا يوجد خطة للخروج من هذا المأزق اللي احنا فيه، ولا يوجد اي ماستر بلان طلعنا من هذا الوضع اللي احنا فيه، لا ان كان على ما يخص او على محور قطع المصروفات الزايدة، ولا على محور تنويع وتضخيم الإيرادات الحالية. وقد عرضنا على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى الوزراء رؤيتنا في هذا الموضوع. من اللي يهمني أنا اليوم، واللي احنا نتكلم عن مشاكل الإخوان اللي هم في الباب الخامس اليوم، بعد ما جلسنا مع وزير الصحة علمنا أن الأنشطة إلى الآن لم ترخص للعمل، ولم توضع لها الاشتراطات الصحية مثل أصحاب المقاهي، مثل مكاتب السفر وغيرها من الأنشطة اللي ما خلصوا منها. إن من المفترض باشر الخميس ترفع أو يكون هناك الاجتماع اللي بين وزير الصحة وكذلك الإخوان في الصحة العامة، بعد ما يكونوا رفعوا لك كل احتياجاتهم لفتح أعمالهم. أتمنى أن باكر إن شاء الله يطلعون لنا بخبر مفرح حق هالناس وهالبشر اللي قاعد تنطر في ظل هذه الغابة من الأخبار الحزينة والأخبار السيئة. فنتمنى أن باكر يسعدوننا الإخوان في الصحة، ويسعدون أصحاب الأعمال اللي تضرروا كثيراً، وأصحاب المقاهي اللي تضرروا كثيراً.